السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مهندس محمود ابراهيم. طبعا النهارده اخر يوم في شعبان وبكره اول يوم في رمضان 2022. كل عام وحضراتكم بخير، يا ربنا يجعله عام سعيد عليكم والشهر مبارك عليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها جميعا بخير. طبعا في نزلت فيديو قبل كده قلت ان انا اهتم بجانب الكورسات الهندسيه اللي انا بنزلها، هتم ايضا بمجالات تانيه زي مثلا مجال الفوتوشوب، مجال الربح من اليوتيوب، الربح مثلا من خلال منصه بلوجر، المونتاج، في مجالات تانيه كتير كده هبتدي ايضا اشرحها وانزلها على القناه، بحيث انا بنزل فيديوهات، يعني انا بنزل محتوى بفيد بيه الناس وفي نفس الوقت بستفيد. طبعا دي قناتي الرسميه على اليوتيوب اسمها ام اي بي كورسز محمود ابراهيم. دي قناه اصلا انا كنت عاملها لتخصصات هندسيه فقط، لكن ابتديت ادخل تاني مجالات تانيه معاها، بحيث ان المحتوى اللي انا بقدمه يكون محتوى واسع وفي نفس الوقت اكيد طبعا هيكون ليا عائد. تمام، اكيد هيكون ليا عائد، وخاصه الناس اللي مهتمه من خلال الربح من اليوتيوب، ده اثبات ان اللي في خلال الربح من اليوتيوب. انا الحمد لله فعلت القناه بتاعتي في اول شهر 3، اللي احنا الشهر لسه في النهارده 1/4 اهوت، يعني فعلتها حوالي 6 3 7 3 في الرينج ده كده، يعني حوالي 24 25 يوم، قول 25 يوم، وحققت من خلال 25 يوم دولت حوالي 20 دولار. طبعا انا ما كنتش مهتم يعني باليوتيوب قوي، يعني كل يومين كل 3 ايام انزل فيديو، فالحمد لله في خلال الفتره القصيره دي حققت 20 دولار، والقناه لسه مفعله، يعني القناه لسه ما عندهاش عليها شهر من التفعيل. فقولت ان في ربح من اليوتيوب، اي نعم في ربح من اليوتيوب، لكن محتاج انك تتعب شويه، يعني استحاله مثلا اعتبر انك تطلع عماره، هتطلع السلم الاسانسير ولا اي حاجه، استحاله تطلع من الطابق الارضي للطابق العاشر او ال20 كده مره واحده، لا لازم تاخدها سلمه سلمه ودرجه درجه، هي دي الحياه، هي دي سنه الحياه. فقلت ان في ربح من اليوتيوب، اي نعم في ربح من اليوتيوب. طيب ابتدي اربح من اليوتيوب ازاي؟ اولا الناس اللي انشات قناه او لسه ما انشاتش قناه، الناس اللي خاصه الناس اللي لسه ما انشاتش قناه، في فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب، اكتب بس كيفيه انشاء قناه على اليوتيوب، في ناس كتير جدا منزله الفيديوهات ديت. ولو انتم محتاجين اصلا محتاجين مني ان انا اعلمكم ازاي تنشئوا قناه احترافيه وازاي نعدل في الاعدادات بتاعتها بحيث انها توصل فعلا لاكبر عدد قدر ممكن من الناس، عرفوني تحت في الكومنتات. طيب انا دلوقتي انشات القناه، اعمل ايه بحيث ان انا فيديوهاتي تظهر للناس؟ واول حاجه ازاي احقق شروط اليوتيوب اللي هم 1000 مشترك و4000 ساعه مشاهده، واحده واحده كده مع بعض. اولا شروط اليوتيوب هم شرطين اساسيين عشان على اساسهم تبتدي تحقق الربح زي القناه دي. القناه دي اتحققت حوالي، ان انا انشاتها في شهر 10 حوالي 23/10/2021، انشاتها 23/10/2021، فعلتها في اول ثلاثة، فعلتها في اول ثلاثة. طبعا انا في الاول خالص انا يئست، بمعنى الكلمة جالي احباط من قلة المشاهدات، قلة الساعات اللي انا مش عارف اصلا احققها، قلة المشتركين، لكن بفضل الله ورحمته سنة 2022 اول يوم او ليلة اول يوم كمان، يعني كان صباح اول يوم في 2022، الحمد لله حققت فيهم 1000 مشترك. طبعا لما انا حققت 1000 مشترك من خلال فيديو واحد، الفيديو ده انا نشرته على السوشيال ميديا خاصه الفيسبوك، يعني فيديو فعلا محتوى انا بقدمه للناس، الناس انبسطت بيه، الناس عجبها المحتوى فاشتركوا في القناه وابتدوا يتابعوا المحتوى اللي انا بقدمه. فالفكره كلها انك تقدم محتوى اصلي خاص بيك انت. طبعا ممكن يكون الكلام ده صعب، اولا في ناس تقول لك انا ما بحبش اظهر قدام الكاميرا، انا بكلمك اهوت مفيش فيديو واحد من الفيديوهات اللي انا عملتها ظهرت في الكاميرا، محدش اصلا يعرف صورتي عامله ازاي اساسا ولا شكلي عامل ازاي. تمام، فقلت انك تعمل حاجه، صوتك مش عيب ولا اي حاجه، ده خلقه ربنا سبحانه وتعالى. الناس اللي مثلا لا قدر الله، يعني اسف يعني في اللفظ، الناس اللي قلت مثلا انا لا اضغط في حرف ولا اي حاجه، بالعكس خش على اليوتيوب هتلاقي في ناس كتيره جدا لدغه في حرف واثنين وثلاثه، وبتخش بدل الورد تقدم محتوى، في ناس بتعجبها. الفكره كلها انك تبتدي صح وتكون عندك الجرأه، ابتديت صح وعندك الجرأه وعندك التشجيع، ما تحبطش خالص، ما تخليش اي حد يحبطك، خش وتوكل على الله. تمام، طيب نخش بقى كده في المحتوى بتاع النهارده، هو ازاي نحقق 1000 مشترك و4000 ساعه مشاهده. طبعا ده كده الاحصائيات بتاعت القناه عندي خلال اخر 28 يوم، لو جبناها منذ انشاء القناه او اخر 300، كده كده اصلا لسه ما عداش 360 يوم على القناه بتاعتي. فانت لو انا جبتها اخر 360 يوم، لكن خليها اللايف تايم منذ انشاء القناه، هيظهر لك ايه؟ عدد المشاهدات عندي خلال منذ انشاء القناه حوالي 43000 ونص، عدد الساعات 5100 ساعه، عدد المشتركين 2900 مشترك، طبعا عدد المشتركين الحقيقيين هم 2899، يعني 2900 مشترك،
الربح اللي انا ابتديت احققه خلال من تفعيل الربح، طبعا الارباح بتتحسب لك بعد تفعيل القناه، بعد ربط القناه بتاعتك بجوجل ادسنس. وعشان قناتك تتقبل في جوجل ادسنس، طبعا الكلام ده هنشرحه ونفهمه مع بعض قدام، لازما تكون محتوى اصلي، مش منزل فيديوهات ورفعها تانية. يا جماعه بنصحكم ما تعملوش كده، هتتعبوا وهتبتدوا تحققوا الشروط اللي هي 1000 مشترك و4000 ساعه مشاهده، وتيجي تقدم قناتك على جوجل ادسنس عشان تبتدي تحقق الربح، قناتك هتترفض، فانت ضيعت كده وقت ومجهود هتحس بيها الفتره دي. فنصيحة مني ليكو، لازما يكون المحتوى خاص بيكم، حتى لو هتعيد المحتوى بدل المرة 1000 مرة. يعني في هتقول في غير منزل المحتوى، ناس كتير جدا منزل المحتوى، طبعا في ناس كتير جدا منزل المحتوى، لكن اضافتك انت اللي هتكون مميزة، انت هتضيف حاجة غيرك مش هيضيف، انت هتضيف حاجة غيرك مش هيضيف. يعني مثلا النهاردة انا في ناس كتير اصلا شارحه ازاي تحقق 4000 ساعه مشاهده، ودخلت واتفرجت عليهم وحققت فعلا، في ناس سمعت طريقه كلامهم وحققت فعلا ال 4000 ساعه مشاهده. يعني قلت رقم رهيب، ازاي ابدا اصلا احقق 4000 ساعه مشاهده في فتره قصيره، وبفضل الله سبحانه وتعالى حققت فعلا ال 4000 ساعه مشاهده. طيب 1000 مشترك عليك بنشر الفيديو، كل فيديو تعمله خش على الفيس، بالذات فيسبوك، خش على الجروبات والصفحات المهتمه بالمجالك. يعني انت مثلا مهتم بمجال الربح من اليوتيوب، خش على جروبات الربح من اليوتيوب. مهتم مثلا مجال الطبخ، خش على مجال الطبخ. مثلا مجال الكورسات الدورات التعليميه، خش على مجال الكورسات الدورات التعليميه، وانشر فيديوهاتك، خلي الناس تشوفها. انت لسه محدش يعرفك، محدش شاف محتواك، انت لسه شفاف، يعني محدش شايفك. فانت لازم انت تظهر نفسك للناس، اظهر نفسك للناس، خلي الناس تقول لهم يا جماعه انا مثلا عامل عديد انت، بس ما تخش بقى نظام الشحاته، لا خش بنظام باسلوب جذاب، اسلوب محترم. انت مثلا بتقدم حاجه يا جماعه، خش اتفرج هتستفيدوا، ما تبينش لحد في الاول انك عايز حاجه منهم، او انت مثلا ايه العائد اللي هيرجع لك، محدش هيتفرج عليك. تمام، حاول تقدم حاجه تفيد الناس فعلا، الناس تحس ان هي عايزاها، الناس لوحدها تخش وتتابعك لوحدها، تلاقي مثلا بدل 1000 مشترك 2003. يعني الحمد لله الرقم اللي انتم شايفينه قدامكم ده كده، انا قبل يعني يوم 31/12 ما كنتش مكمل 160 مشترك، متخيلين؟ ما كنتش مكمل 160 مشترك، لكن في الليله دي اللي كان صباح ليله، اللي كانت ليله راس السنه، نزلت فيديو بفضل ربنا سبحانه وتعالى قبل ما انام كان 800 مشترك، عدى 800 مشترك. صحيت الصبح لقيته 1000 وحاجه مشترك، 1000 وحاجه مشترك. يعني محدش يقص، هي اللحظه بتيجي مره واحده، امتى ما تعرفش، امتى ما تعرفش. عشان تحقق 1000 مشترك عليك بمين؟ عليك بالسوشيال ميديا، خاصه الفيسبوك. طيب ال 4000 ساعه مشاهده، ركز معايا بقى، ال 4000 ساعه مشاهده في طرق كتيره جدا، لكن نصيحه مني، الطريقه اللي انا جربتها هي طريقه المتصفح الخفي. طيب طريقه المتصفح الخفي ده ازاي؟ اول حاجه عشان تبتدي تستخدم طريقه المتصفح الخفي، خليك يعني دي مثلا قناه، دي قناه على اليوتيوب، خليك دايما لازم يكون ليك فيديوهات خاصه بك انت، على الاقل 5 6 فيديوهات، 5 6 فيديوهات، الفيديو من فوق ال 10 دقائق، 10 دقائق او اكتر من كده ماشي. خلصوا او عايز تزود تاني برضو ماشي. طيب خلصوا ازاي او انت قصدك ايه؟ اول حاجه كده انسى خراب بتاع القناه بتاعتك او الاسم بتاع القناه بتاعتك، والافضل الافضل يكون ايه؟ الاسم. خد الاسم بتاع القناه بتاعتك كده وخليك معايا، اولا حرف الام اللي هو اختصار للاول، الاختصار للجيميل بتاعك. طبعا ده الايميل بتاعي، الناس اللي مهتمه فعلا بحاجات، ده الايميل الرسمي ليا. الناس اللي مهتمه فعلا وعايزه تستفسر عن حاجات معينه تخش تستفسر، غير كده يا جماعه ما حدش يخش ويرز ولا يقول اي حاجه تضايق الواحد. طيب انت دلوقتي اول حاجه اسمها ايه؟ انا يعني عندي هنا كام اكونت، محمود ومحمود تاني وفي ايميل تالت، بس انا ايه مش ضايفه، ده الجست ده طبعا ده بيكون في كل اي ملاء قوي برنامج كروم عندك. انت هتدك علامه الزد اللي هي اد، هتبتدي تفتح معاك الصفحه دي، تدك كونتينيوز اوت اكونت، اختار الشكل اللي انت عايزه تمام، واكتب هنا رقم واحد، واكتب هنا رقم واحد. بعد ما تكتب رقم واحد ادك دن، هتفتح معاك صفحه، هتفتح معاك صفحه تانيه، يعني انت كده اصلا فتحت ويب جديد، فتحت تاب جديد. تروح كاتب هنا يوتيوب، youtube.com، هتخش على منصه اليوتيوب عادي بس من غير اكونت، من غير اكونت تمام، يوتيوب youtube.com ماشي. هتكتب على ادي يوتيوب، youtube.com تمام. انت هتخش على منصه اليوتيوب طبعا من غير اكونت ومن غير حساب جيميل ولا اي حاجه. طيب بعد ما نخش ثواني بس، هو النت بسم الله ما شاء الله، يعني النت مصر كله جميل جدا زي ما انتم شايفين.
بعد ما تظهر معاك صفحة اليوتيوب كده عادي، هتكتب في السيرش اسم القناة بتاعتك، اسم القناة بتاعتك. أنا اسم القناة عندي ام اي بي كورسز محمود إبراهيم، تمام؟ وتتك في السيرش. طيب الأفضل إنك تكتب اسم القناة، ما تاخدش اللينك بتاع القناة وتعمله. ليه؟ لما قلت إنك تكتب اسم القناة عندك، أنت كده بتزود محرك البحث عندك للقناة بتاعتك. يبقى محرك البحث بيفهم ان في قناه اسمها ام اي بي كورسز محمود ابراهيم، في ناس بحثت عنها، فيبتدي على اساسها يظهر الناس تانيين، بيظهر قناتك لناس تانيين. طبعا دي قناتي، وطبعا ديت الفيديوهات بتاعتي اللي انا منزلها دي كلها فيديوهات خاصه بيا انا، تمام؟ يعني كل دي فيديوهات خاصه بيا انا. انت داخل على القناه بتاعتك، تمام؟ حاجه اسمها بلاي اول، اهي بلاي اول، ممكن تلاقي في قائمه الهوم او في قائمه الفيديو، تمام؟ ممكن تلاقي في قائمه الهوم او في قائمه الفيديوز. هتتك بلاي اول، انت كده هتشغل كل الفيديوهات اللي عندك. انت اول حاجه لازم تكتب من الصوت عشان ايه الازعاج دي كلها. دي يعني مثلا دي كل الفيديوهات اللي انا منزلها، انا حوالي منزل حوالي 111 فيديو، 110 فيديو، 110 فيديو. اول حاجه تعملها ايه بعد ما تعمل بلاي اول؟ انت كده هتشغل كل الفيديوهات اللي عندك، بس هتحتاج نت وهتحتاج مصاريف، لان انت ممكن تجدد الباكت النت في الشهر، ممكن تجدد على الاقل مرتين، على الاقل مرتين. طيب انت دلوقتي كتمت الصوت، تاني حاجه هتروح جاي على علامه الترس، هتقلل السرعه بتاعتك هتخليها ربع، وتقلل الكواليتي او الجوده بتاعتك هتخليها كام؟ 144 عشان استهلاك النت. طيب مثلا ده مثلا فيديو لكم مدته دقيقه، طيب انا قللت السرعه بتاعت الكام؟ لربع. يعني ايه قللت السرعه بتاعت الربع؟ يعني الدقيقه دي قلت ان المده بتاعت الفيديو ساعه ما تخلص، بدل ما تديني دقيقه لا هاخد منها 4 دقائق، هاخد منها 4 دقائق. يعني الفيديو ده لو كان مدته ساعه وانا عملت البلاي باك سبيد السرعه بتاعته ربع، بدل الساعه تديني كام ساعه؟ هتديني 4 ساعات. انت اللي هتحقق الساعات بتاعتك بنفسك من خلال المتصفح الخفي، من خلال المتصفح الخفي. طبعا انا نسيت استخدم المتصفح الخفي، اسف يا جماعه. طبعا الكلام ده اللي انا هعمله يا دوب بس كده، ادك على الثلاث نقط اللي في بعض دولت، وادك نيو بتاع ديت اسمها ايه؟ انكوجنيتو ويندو، اللي هي صفحه المتصفح الخفي يوتيوب دوت كوم، تمام؟ وتكتب اسم القناه بتاعتك. لازم انا المتصفح الخفي، انا نسيت المره اللي فاتت اللي هي الصفحه اللي قبلها ديت، نسيت اكتب المتصفح الخفي. تخش هنا تروح من ده بلاي اول، مش كده بتشغل كل الفيديوهات اللي عندك، تروح مقلب السرعه. طبعا استنى بس لما تظهر، الكواليتي بتاعتك قللها 144، والسرعه بدل النورمال خليها ربع، يعني بدل الدقيقه تديك 4 دقايق، بدل الساعه تديك 4 ساعات، تمام؟ دي اول حاجه، وتسيبها شغاله. هتبتدي تفتح معاك، هتبتدي تظهر معاك اللي هي البروفايل بتاعك الخاص اللي هو انت كتبته وسميته واحد. ده اتكلمت ازاي؟ انت هتسيبها شغاله كونتينيو، اختار الشكل اللي انت عايزه وتديك ايه؟ دان، وتديك دان. سنة تسمي رقم 2، سميها رقم 2، تمام؟ تروح جاي هنا على المتصفح الخفي youtube.com، خش على منصة اليوتيوب وابتدي ابحث على القناة بتاعتك، او خد عنوان اليو ار ال بتاع القناة. طيب عنوان اليو ار ال ده عبارة عن ايه؟ اهو اللي هو ده، هتخش على القناة بتاعتك اللي هو العنوان اللي فوق ده، خد العنوان اللي فوق ده كده، ممكن تاخده فوق كوبي كده زي ما هو، تروح داخل على المتصفح الخفي اهو وكتاب تانية، وتبتدي تنسخه هنا وتشتغل. ونفس اللي انا عملته في القائمه اللي فاتت او في الويند اللي فات هتبتدي تعمله تاني. ثواني بس، هو الفيديو بس بيحمل. لاحظوا الفرق ما بين الاثنين، انا هنا لما بحثت بعنوان اليو ار ال فتح لي القناه بتاعتي على طول، اما هنا فتح لي صفحه اليوتيوب، منصه اليوتيوب ذات نفسها. فانا اخد اسم القناه بتاعتي وابتدي اكتبها هنا في محرك البحث، او انسخها هنا في محرك البحث، وابتدي ابحث على القناه بتاعتي واخش عليها. انا كده بزود معدل نقرات على اسم القناه بتاعي او صوره القناه بتاعتي، تمام؟ فانت تروح متك على اول وتبتدي تشغل كل الفيديوهات اللي عندك، تروح كاتم الصوت اول حاجه. طبعا استنى من الاعلان ده يخلص، خد الدك على علامه الترس، تمام؟ هتقلل الجوده بتاعتك هتخليها 144، وتقلل السرعه بتاعتك هتخليها كام؟ هتخليها ربع، وهكذا. تروح قافلها كده، ما تقفلهاش بقى خالص، لا الدك بقى على علامه الناس دي، افتح غيرها. الثانيه ابتدت تظهر معاك هنا، الثالثه كونتينيو زود، تمام؟ الدك على ثلاثه، خليها مثلا ثلاثه، واختار مثلا اللون ده، اختار اللون ده.
ده في هنا المتصفح الخفي youtube.com. انا معاك واحده واحده واحده. هو الموضوع ممكن يكون ممل شويه في الاول، ممكن يكون صعب بالنسبه للناس في الاول. طيب الناس اللي معاها مثلا موبايل او معهاش مثلا كمبيوتر او لابتوب هتعمل ايه؟ نفس الفكره برضو، لكن الموضوع هيكون صعب شويه. هحاول اعمل فيديو بحيث اللي هو كان بيكون باين قدامكم على الهاتف، ما يكونش بس كلام نظري كده وخلاص. لا انا هحاول باذن الله اعمل فيديو لكم على الهاتف ازاي برضو 4000 ساعه من على الموبايل، بحيث الناس اللي هي مش معاها او مش متاح ليها الكمبيوتر او اللابتوب. ده السرعه الحمد لله ايه زي الفل. هنا برضه هتبتدي برضه تنسخ اسم القناه بتاعتك وتديك سيرش، هيظهر لك اسم القناه بتاعتك دك عليها ويديك بلاي اول. كده انت بتشغل كل الفيديوهات اللي عندك. فانت لو مثلا عندك مثلا 10 فيديوهات، كل مده كل فيديو مثلا وليكن ساعه، فعدد الساعات كلها كام؟ 10 ساعات. انت تربع عدد الساعات ديت اللي هي 10 ساعات ديت في 4 كون هديك كام؟ هديك 40 ساعه. فقلت لو كل الفيديوهات اللي عندك دي اشتغلت وليكن مدتها كلها على بعض 10 ساعات، فانت قلت انك تقلل السرعه بتاعتك لربع والكواليتي بتاعتك ل 144، كده انت هتاخد حوالي بدل الساعه 4 ساعات، يعني بدل 10 ساعات كام ساعه؟ حوالي 40 ساعه. كده فيديو النهارده هيقتصر على الشرح ده باذن الله. من الفيديوهات الجايه هنبتدي ازاي نبتدي نحقق او نعمل كافه الشروط، او نرفع ازاي نرفع فيديو بطريقه احترافيه بحيث ان احنا نصدر نتائج البحث في اليوتيوب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.